اول هاتريك له مع الامبراطور الوصاوي واول هاتريك على الاطلاق في دورينا. كرة ملعوبة لكن تغطية سليمة من خلعة بري، يبتك كرة بشكل ممتاز، يغيب عن الوصل في هذه المباراة مارسير، وهنا كرة موجودة فهد حديد يرسلها عالية، وهذا أوليفيرا، تهيئة كرة تسديدة غير معقول، يعودون بقوة يعودون بسرعة، قذيفة صاروخية يستقبلها جاسم محمد، وحظنا مارادونا يأتي الآن في هذه اللحظات. خلعة بري يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات، هدف اول، ولاحظ التشجيع، لاحظ يعني الابداع الذي يقدمه فهد حديد في هذه المباراة بهذه الكرة المرسلة عالية بشكل ممتاز، لكن ممتاز من اوليفيرا، تهيئة ممتازة ومن ثم تسديدة صاروخية، صاروخ مرة على جاسم محمد، استقر في مرمى الشرجاوية.